عندي موضوعين دار أعلق عليهم. الموضوع الأول وهو منتشر في وسائل التواصل في الإنترنت واتساب والفيسبوك وغيره، وهو علاج أزرق طيبة بأسبانيا. ودوا أسبانيا عنده عينه اليمين فوق حاجة، فعملوا له عملية، والصوفية مصورينه وناشرينه، أخذت الشاش في عينه وقالوا أبونا الشيخ العملية بتاعته نجحت في أسبانيا. نحن دار نقيف وقفات مع عملية أزرق طيبة كشيخ من أكبر شيوخ الطرق الصوفية في هذه البلاد. الوقفة الأولى أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفين، هو أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي عز وجل، وده معروف لأي إنسان موحد مسلم صاحب عقيدة صحيحة أن الذي يشفي من جميع الأمراض هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الواحد منا أو من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحس وجعا في جسده مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على موضع الألم قائلا اللهم رب الناس مذهب الباس أشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. يبقى ما في إنسان، ما في أحد بيستطيع يشفي، والشفاء كله بيد الله سبحانه وتعالى كما في القرآن والأحاديث. إذا علم هذا دايرين نتكلم مع الصوفية ذاتهم الليلة كلام اليوم. الآن الدرويش الصوفي لما يجي وجع أذان ما بيمشي المستشفى، خليه أسبانيا مستشفى بحر التعليمي الشعبي، ما بيمشي، يمشي للشيخ يبزغ له في أذانه توف جوا أذانه، وممكن الشيخ يمخت له جوا أذانه برضه. إذا اعترضت على الدرويش تقول له ما تمشي الدكتور، يقول لك ياخذ الشيخ بركة، أنت بتنكر الأولياء ولا شنو؟ أنا ما بنكر الأولياء، لكن شيخك ده ما ولي، شيخك ده شفت من الشبوت ساكت ما ولي، عرفتها؟ دي أول نقطة. لكن يا صوفي، وده الكلام للدرويش التابع للشيخ، الشيخ لما يمرض بيمشي أسبانيا، والدرويش البليد ساكت لما يمرض الشيخ بيملى بوزاق، يقول لك أبويا الشيخ بيشفي، يا درويش الله بيشفي براه، يقول لك لا 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 أبويا الشيخ برضه مع الله. طيب أبوك الشيخ فات أسبانيا ليه؟ عنده وجع عيون بس طفش مشى أسبانيا، ومن قبليه كمان الجيلي عبد المحمود الهلك قبل أيام ده برضه لما مرض قبل ما يموت طوالي مشوا ودوه تايلاند، تايلاند. شفت الكلام ده كيف؟ يا ناس إذا كان شيخ الصوفية دل بيشفوا من الأمراض وهم شركاء مع الله زي ما بيقولوا درويش الصوفية، ليه لما الواحد يمرض وجع ضان ولا وجع عين ساكت يمشي يفتش أرقى مستشفيات العالم؟ حتى ما بيقبل هنا بالمستشفيات اللي هنا الراغية ناس في ضيل وجرش وشنو ما عارف، ما بيقبل بها الشيخ الصوفي، بيمشي تايلاند، بيمشي كوريا، بيمشي أسبانيا. مش المفروض أي درويش صوفي يقيف وقفة هنا كده يا جماعة؟ بالعقل أنت لما تمرض أو مرتك تمرض تسوق توديها للشيخ، يا خنقة وعفصة تعد، يا بزغليها في راسها، يا حصلت حاجات تانية أنا ما أقدر أقولها. وهو الشيخ لما يمرض يطفش يمشي لأسبانيا وليه تايلاند.
معناته الشيوخ ده ما بيشوا صح ولا ما صح؟ معناته ما عندهم حاجة صح ولا ما صح؟ معناته لا بينفعوا ولا بيضروا حتى أنفسهم ذاته. خليه ينفعوك انت أو يضروك انت، نفسهم لا بيقدر بينفعوا ولا بضروا. لو بيقدر ينفع نفسهم ما كان سافر إسبانيا، كان بزغ في عينه توف 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 وبقى كويس صح ولا ما صح؟ ليه مشى إسبانيا؟ معناته ما بينفع، ما بينفع. وده كلامنا من زمان دارين نفهمه للصوفية. لما نقول لهم ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. لما نقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس ولكل الأمة ليوم القيامة وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما نديهم النصوص دي يقول لك ده كلام وهابية ساكت. طيب الليلة دار نناقشكم بالعقل، شيوخكم لما نمرضوا بيمشوا أرقى مستشفيات الدنيا كلها. معناته شيخك ما نافع ولا بينفع. والله لو في زول صوفي عنده ذرة بتاعت عقل المفروض مما يشوف شيوخهم ديل بيمشوا بيتعالجوا برا المفروض يقول كفرت بالتصوف جملة وتفصيلا. ده لو كان بيفهموا، لو كان عندهم عقول. النقطة الأولى، الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، الشيوخ ديل ذاتهم، الشيوخ ديل ذاتهم، شفت كيف؟ ما زهد، ما عندهم علاقة بالزول. زول مشي يتعالج في أسبانيا، أسبانيا، وذاك مشي يتعالج في تايلاند والبرع يودوا الأردن. الزهد وينه؟ أنا بتكلم معاهم بالزهد بتعريفه عند الصوفية، مش الزهد عند أهل السنة، لأنه الزهد عند أهل السنة ما ينافي إنك تكون غنيان، ما في تنافر، تعارض بيناتهم، لكن تكون متقي الله وخايف ربنا. والزهد عند أهل السنة هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ده تعريف الزهد عند أهل السنة والجماعة. وتعريف الورع ترك ما يضر في الآخرة. لكن أنا بتكلم بفهم الصوفية للزهد. فهم الصوفية للزهد إنه تمشي حفيان وكرعينك يكونوا مشققات وتشيل بريك فيه 3 كيلو طحالب و150 نمل وتكون لافي في السوق وتشحد لله يا محسنين، لله يا محسنين. إذا نهرته يقول لك ده نبي الله الخضر، كذابين مستهبلين. نبي الله الخضر ما زمان ربنا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هو الأنبياء ماتوا، الرسل ماتوا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات، والخضر فيما أعلم نبي وقد مات عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أعظم من الخضر عليه السلام مات، فكيف بالخضر عليه الصلاة والسلام؟ فعندما الزهد إنك أول حاجة تكون لافي وسخان ومعفن وما تشتغل وما تشيل قروش في جيبك وما تسكن في بيت، تشحد. طيب الودو أسبانيا ده زاي وراكب لاند كروزر أوباما بمليار و500 مليون، هل ده زاهد عند الصوفية؟ هل ده زاهد؟ ده سؤال يا جماعة. الناس زي الدراويش ما بيفهم، والله ما بيفهم. لو فيهم زول بيفهم لا انت بتجيب تجي للشيخ لما تكون عيان والشيخ يقول لك هو حتمشي الدكتور بعالجك انا، بعالجك انا، شفت كيف؟ وانت وهو لما يمرض ما يرضى بمستشفيات مصر ذات، يمشي اسبانيا وداك تايلاند وداك كوريا الشمالية. ده الحاصل يا جماعة. الوقفة الثالثة والأخيرة مع هؤلاء الصوفية عندنا لهم نصيحة. التصوف ده ما من الدين ولا عنده أي علاقة مع الإسلام، ما زي ما قال عبد الحي يوسف الضال المبتدع المنحرف عن صراط الله المستقيم. قال لا، قال في تصوف حق، تصوف حق
ما في تصوف حق، الإسلام هو الحق، وأي حاجة سوى الإسلام وغير الإسلام باطلة. تصوف تجانية، سمانية، قادرية، أنصار سنة، أنصار مهدي، جناحهم جكو، كل باطل. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله شنو يا جماعة؟ الإسلام. وربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو قال لك التصوف ده ما هو الإسلام ذاته، نقول للرسول بلغوا ولا كتموا؟ إذا قال كتموا أنت كفرت يا صوفي. إذا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا يا آية أو حديث قال أبقوا صوفية، لقاك؟ لقاك؟ في آية قالت أبقوا تجانية تبع أحمد تجاني، في حديث صحيح قال أبقوا سمانية أو قادرية تبع كدباس ولا شيخ الجيلي ولا غير ولا سجم رماد، ما في. فإذا ده كله باطل بنص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني طرق وأحزاب وجماعات، وكانوا شيعا، ربنا قال لست منهم في شيء.